وصول المسبار للمرحلة اللي فيها نحن اليوم، الشوط كانت عبارة عن 6 سنوات جهزنا الفريق اللي هو 100% إماراتي مع شركاء أكاديميين كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وجهزنا هذا الفريق الإماراتي الشاب أن يتمكنون من تصنيع المهمات للمريخ. تجسد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، ثقافة لا مستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ تأسيسها. المهندس محسن العوضي، مهندس أنظمة المسبار ومدير المخاطر في مشروع مسبار الأمل، أوضح لأخبار الآن الخطوات الأساسية في عملية تجهيز المسبار. هذه الفترة الأخيرة اللي نحن فيها الحين في دبي في الإمارات العربية المتحدة من مركز محمد راشد للفضاء، شغالين كفريق على استعدادنا بالتحكم. يعني يوم الإطلاق ياسين نسويها كبروبات أن شو الأشياء اللي بتواجهنا، كيف نتعاون أو كيف نكون على اتصال مع المسبار. تقريبا في الشهر الأخير على الأقل تقريبا يوميا الفريق شغال نتأكد أن جاهزية غرفة العمليات الموجودة في المركز، مركز محمد راشد للفضاء. المسبار هذا مسبار الأمل، يعني فكرتي كانت أن ما نسوي شيء كان مسواي من قبل، والفكرة كانت أن لازم نسوي شيء جديد. العلماء شو محتاجين من دراسات، الشيء الجديد اللي بيكون أنه سابقاً كل المشاريع اللي موجودة علينا على المريخ تدرس المريخ في وقت معين أو في مدة زمنية معينة من كل يوم، أما مسبار الأمل إن شاء الله تدرس على سطح المريخ وتدرس التضاريس أو المناخ الجوي للمريخ على شكل يومي، على شكل طبعاً المريخ أكثر من 24 ساعة، 24 ساعة و 40 دقيقة تقريباً في اليوم، فالدراسة بتكون شاملة والصورة كاملة بتكون، وهذا بيكون إن شاء الله لأول مرة بيتنفذ هذا الشيء. الانطلاق إن شاء الله من اليابان جزيرة تاناغاشيما وعلى صاروخ MHI ميتسوبيشي هيفي اندستري نوع H2A، يكون تاريخ 15/7 بتوقيت الإمارات الساعة 12:51 دقيقة بإذن الله في منتصف الليل، والرحلة من الأرض من كوكب الأرض إلى المريخ ما يعادل تقريبا 7 أشهر إن شاء الله لما نوصل لمدار المريخ. الإمكانيات موجودة والتحكم بيكون عبر المركز من خلال مركز محمد راشد للفضاء من غرفة العمليات والتحكم عن بعد. بداية العملية تقريبا على شكل يومي الفريق متواصل على مدى 24 ساعة لمدة شهر كامل، من بعدها بيكون تقريبا نحن بنكون على اتصال مع المسبار ما يعادل 3 أيام في كل أسبوع على مدة 24 ساعة في كل يوم. طبعا هذا لأن كل ما نبتعد عن كوكب الأرض الاتصال يكون شوي أصعب، ويكفينا نحن هذا الاتصال تقريبا اللي هو 3 أيام في الأسبوع. ونفس ما ذكرت في أشياء المسبار يقدر يسويها، وفي أشياء نحن من غرفة التحكم والعمليات نطرش الكوماندز للمسبار. وصمم فريق مسبار الأمل 3 أجهزة علمية فائقة التطور لجمع أكبر حجم من المعلومات حول مناخ كوكب المريخ. الأجهزة العلمية اللي عندنا اللي واحد منهم اللي يصور اللي هي عبارة عن كاميرا عالية الجودة، والجهاز العلمي الثاني عبارة عن الانفراريد ما تحت الحمراء، والجهاز العلمي الثالث الألترا بايلت الفوق بنفسجية. كل جهاز يقيس إشي مختلفة، في جهاز يقيس الطبقة السفلى من الغلاف الجوي للمريخ، وفي جهاز يقيس الطبقة العليا. ومن هذه 3 الأجهزة اللي عندنا الفريق العلمي بيدرس المعلومات اللي يحصلونها، ومنها يعني إن شاء الله بيشوفون المعلومات اللي وصلتنا بتكون متوفرة في دولة الإمارات في مركز محمد راشد للفضاء، ومنها بيكون متوفر للعالم مجاناً يعني ان للعلماء الثانيين ان يدرسون ويتحققون من الاشياء اللي من الدراسات اللي يعني يقدرون يستعملونها من المعلومات اللي وفرتها مسبار الامل. وطبعا هذا ان شاء الله اول ما نوصل للمدار العلمي للمريخ بتكون اول صوره ان شاء الله نرسلها وان شاء الله نعلن عنها، بيكون ان شاء الله على بدايه 2021 على تقريبا نقدر نقول شهر 3 ان شاء الله. والأجهزة العلمية الباقية اللي عنا تدرس عبارة عن الغلاف الجوي للمريخ
عن الطبقة العلوية والطبقة السفلية، ويربطون الطبقتين مع بعض ويكتشفون ويعرفون ويتعرفون أن سبب خسارة المريخ للغلاف الجوي. ويعكس المشروع رؤية دولة الإمارات الاستشرافية للمستقبل، ويأتي تتويجا لجهودها في بناء كوادر وعقول إماراتية شابة عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية. هذا المشروع شيء جديد على الدولة وعلى المنطقة بشكل عام، فالشباب والشابات صراحة يعني كانوا في غربة في الفترة الأخيرة، في فترة الست سنوات الأخيرة، يتعلمون وينقلون المعرفة من الولايات المتحدة الأمريكية، الجامعات اللي تعاوننا معاهم، إلى الإمارات، يقلون هذه المعلومات للشباب والشابات الموجودين في الإمارات والأجيال القادمة إن شاء الله. طبعاً ست سنوات مضت يعني كانت متعبة لكن وشاقة، لكن الحمد لله يعني المكان اللي نحن فيه اليوم هذا شيء ينسينا كل التعب اللي كنا فيه، والحمد لله يعني الفريق جداً فخور أن نحن وصلنا هذه المرحلة، خاصة مع الظروف الموجودة حالياً مع جائحة كورونا. يعني كان في مشاريع ثانية أجلوا، في مشاريع ثانية كنسلوا هذه السنة كدولة الإمارات العربية المتحدة، قدرنا الحمد لله نتفوق على هذا المشكلة اللي جتنا، أن ما حد حسب حسابها. ونفس ما ذكرت الفريق عبارة عن إماراتي 100% تقريبا، نسبة البنات للشباب 34% بنات وشباب، والفريق العلمي اللي بيشتغل إن شاء الله على المعلومات والأشياء العلمية اللي بتكون على سطح المريخ 80% من الشابات الإماراتية. وصراحة يعني نحن فخورين في اللي فيه نحن حاليا، وطبعا كلنا على أعصابنا على هذه الفترة الأخيرة كتجهيزات، وإن شاء الله يعني ليوم الإطلاق يعني ما أظن أحد فينا بيرقد أو بينام. كما سيساهم مصبار الأمل في إحداث تحولات جذرية في تطوير قدرات الإمارات والعالم العربي في مجال البنى التحتية الهندسية والصناعية. طبعا المريخ أو مصبار الأمل مش كان فقط الوصول للمريخ، هذا الوصول للمريخ نعم جزء كبير من المشروع، أن أول دولة عربية ولأول مرة على 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 المكان اللي نحن فيه أن نقدر نوصل للمريخ، يعني طبعا هذا الهدف، لكن الأهداف الأسمى من هذه اللي هو تعليم ونقل المعرفة من شباب وشابات مثلي أنا، أن ننقل المعرفة في هذا المجال شيء كبير للدولة، ومنها إن شاء الله للجيل القادم بإذن الله. وطبعا مجال الفضاء مجال كبير، مجال محتاجين فيه تخصصات متعددة، يعني ما في شيء يختص في هندسة الفضاء، يعني في لكن بشكل عام، بس في هندسة الفضاء نحن محتاجين مهندسين ميكانيكيين، مهندسين كيميكال، المهندس كهربائي، ومنها يعني من التخصصات المختلفة. فمشاريع الفضاء توفر لك هذه المعلومات تقدر تستعملها في مشاريع ثانية. وطبعا يعني نفس ما ذكرت ان نحن الفكرة كانت ان نوفر هذه المعلومات والعلم يكون موجود عندنا، ومنها ان شاء الله يعني هذه بنية تحتية لأساس يكون موجود في الدولة، ومنها ان شاء الله بينتقل للأجيال القادمة ان شاء الله، ومنها للمنطقة بإذن الله. ولم تعيق جائحة كوفيد 19 الإمارات عن استكمال برنامج المسبار رغم الظروف الصعبة. هدف من أهداف المشروع كان أن نوصل لمدار المريخ على ذكرى 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي إن شاء الله ديسمبر 2021. كان يعني شرط كبير علينا أن نحن نكون جاهزين لهذا المشروع خلال تقريبا 6 سنوات، فإن نحن نتأخر عن الإطلاق في هالسنة كان لا مجال، لأن المريخ وكوكب الأرض كل سنتين يكونون أقرب مسافة من بعض، فلا سمح الله إذا لم يطلق المسبار في هالسنة بيكون تأخير سنتين. فعلى بداية شهر 3 يعني أو حتى نهاية شهر 2 حسينا نعم بجائحة كورونا قامت تزيد، المطارات كانت تتسكر، الرحلات ما كانت سهلة، فبدينا كفريق نفكر أن نحن مستحيل أن هذه السنة ما نطلق، الإطلاق لازم نطلقه. وطبعا كان عمل جبار من الفريق، من مسؤول الفريق، من الفريق نفسه، من الدوائر الموجودة في الدولة أن ساعدتنا وكانوا جدا جدا متعاونين معنا. طبعا كان شيء متعب، كان يعني نحن نفس ما خبرت المشاريع نحن نخطط لها من بداية المشروع، يعني أنا كمدير المخاطر دائما نفكر في أشياء يعني ممكن تواجهنا،
لكن جائحة كورونا كانت مش في البال، يعني ما حد حط في بال أن هذا الشيء بيستوي لهذه الدرجة والطريقة الكبيرة اللي صارت فيها، مطارات وقفت، العمليات توقفت. فانجبرنا أن نطلع ونشحن المسبار من الإمارات إلى اليابان قبل شهر، وهذا بحد ذاته كان يعني عمل جبار من الفريق أن يتمكن أن يختصر شغل 3 شهور أو يعني شغل شهر بالأحرى، أن كان لين ما يصير اليابان خلال تقريبا أسبوع أسبوعين. وطبعا يعني يوم الهدف يكون واضح، يوم في سبب أن نحن نسوي هذا المشروع، طبعا الواحد ينسى التعب، الواحد ينسى أن لا في مستحيل. طبعا هذا هو هدفنا وهذا هو الكلام اللي ما نوصله، لأنه لا مستحيل. اللهم الفريق يوم يكون متعاون ومتكامل وفي وجهة نظر وفي في رؤية واضحة، كل شيء يمشي الحمد لله. طبعا توفيق من الله 100%، يعني الواحد يذكر هذا الشيء. ولكن الحمد لله يعني المكان اللي نحن فيه هذا اليوم قبل 3 شهور كان يعني الواحد مش عارف هل بيكون موجود في اليابان على منصة الإطلاق ولا لا، والحمد لله بفضل الله تمكن من هذا الشيء وفي مكان جدا ممتاز الحمد لله للمشروع. وأوضح محسن العوضي مهندس أنظمة المسبار ومدير المخاطر في مشروع مسبار الأمل أن الفريق التقني وضع خططا في حال طرأت أي مشاكل تقنية. نعم، يعني نحن من الأشياء اللي كنا نتدرب عليها في آخر شهر، إذا يعني حتى من قبل الشهر، لكن الفترة الأخيرة بالأخص كيف نتعامل مع المسبار في وجود خلل. يعني نتعمد أن ندخل مشاكل في عملية التحكم بالمسبار، ونشوف جاهزية الفريق كيف يقدر يتعامل أو يتعاون أو كيف يقدر يشوف حل لهذه المشكلة. وطبعا لا قدر الله يعني إذا صار مشكلة جديدة، نحن المسبار مبرمج بطريقة أن دائما إذا ما سمع شيء من غرفة العمليات في دبي، في برمجيات معينة أن المسبار بيكمل لين ما يسمع، لين ما نحن من الجراوند ستيشن اللي هو غرفة العمليات في الإمارات نتصل مع المسبار. فيعني إيش تدربنا عليها وإيش إن شاء الله الفريق جاهز بإذن الله. وطبعا يعني الوصول للمريخ مش سهل، أتوقع تقريبا 50% من المشاريع للمريخ تكون مش ناجحة. والناس ما ذكرت يعني الوصول للمريخ هدف، لكن الهدف الأسمى إن نحن إن شاء الله يعني أقدر أنا شخصياً أقول أن اليوم نحن كفريق فريق ناجح، المعلومات وصلت لنا، الفريق متمكن، فريق شاب، يعني أظني العمر اللي يعني بين الشباب والشابات تقريباً 26-27 سنة. فالحمد لله يعني متدربين على كل شيء وجاهزين إن شاء الله لأي شيء.